뭐 나는 거. 좋다고. اليوم احنا في افتتاح لمع في رعايه عطوفه المحافظ لتسليم اجهزه مونيتور للمستشفى الهلال الاحمر مركز كورونا. طبعا هدول 8 اجهزه اجونا من تبرع من رابطه باما اللي هي الرابطه الطبيه الفلسطينيه الامريكيه. هدول طبعا لتشخيص العمليات الحيوية في الجسم. احنا قدمناهم للمستشفى على أساس يستفيدوا منهم لرعاية مرضى الكورونا في مركز الهلال الأحمر الفلسطيني. بنشكر رابطة الأمريكية الفلسطينية الطبية اللي هي يعني قدمت بهذا التبرع باسم الباما، تبرع 8 أجهزة مونيتور للهلال الأحمر زائد في 6 أجهزة قدمت مباشرة للمستشفى الهلال. وإحنا بنشكر الهلال الأحمر اللي بدوره يعني قدم هذه الأجهزة 8 كعهدة لمستشفى ثابت، هذا لتعظيم إمكانياتنا في مواجهة الكورونا، والمفترض أن احنا نسعى دائما وأبدا في تعظيم الوضع الصحي وتحسينه في محافظة الكرم. أنا بشكر الهلال الأحمر على الدور المميز اللي قدمه في مرحلة الطوارئ من تقديم المستشفى وغيره من الإمكانيات اللي متوفرة عندهم، وشكرا للجميع.